متابعي ويبيسي الأوراس، صحة عيدكم. اليوم في واش رايكم حابين نعرفوا كيف قضى المواطن الجزائري يومي العيد في ظل الحجر المنزلي. يا خويا العيد هذا مش كما العياد اللي عشناه من قبل. عيد كما نقولوا حنا كسبيسيال، ما اليوم برك خرجنا، يعني ما خرجناش، رحنا للوالدين، زرنا الوالدين، ونتمنوا ربي ان شاء الله يتنعم علينا المرض هذا ان شاء الله. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله عيدكم مبارك. احنا العيد هذا والله ما فوتناه بياسم، ما كيدارونا الحجر هذا، والله رانا كارهين حياتنا، سما نستناو غير فاترون فيها هذاك باش ما ينقص علينا شويه الحجر هذا. العيد كيف راه نفوتوه صاحبي، فوتنا الحجر ومنه نستناو من الرايس تبون هذا باش ما يطلق لنا لو 30 هذا، الناس تتحرك، كاين ناس مساكن في رمضان هذا تسمى ما عاشوش، فوتوا رمضان هذا كيما نقولوا حنا مساكن فقراء، الله غالب عليهم وما خدامين وزادوا داروا لهم الحجر هذا. والعيد تاع السنة هذا ما جاش كيما قبل، مالفين فوتوا الناس زايا، الأولاد منا يلعبوا بالمحارق، الأولاد الصغار. السلام عليكم خوتي، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. السنة ما فاتش العيد كيما الأعوام اللي فاتوا، شي وجوزنا نورمال عادي، خرجنا رحنا درنا زيارات خفيفة، إن شاء الله يرفع علينا الوباء ربي، ونتمنى الخير كل الجزائريين. العيد سما انا كنت نخدم في لاباتيسري، سما نخدم في الليل، سما نرقد في النهار ونوض في الليل، نخدم في الليل كيما العيد، سهرت حتى الربعة تاع الصباح، رقدت نوضت صباح السبعة، عييت على دارنا هما الاولين كامل، سما دار العائلة كامل، عييت لصحابي ثاني عييت عليهم، خرجت قعدت مع الاولاد شوية لبرا، بعد عاودت وليت للدار الوحدة رقدت، كي رقدت نوضت على الستة تاع العشية. نوضت استعيط لصاحبي، المهم هذه هي فوت نهار اخويا، المهم العيد فات عادي ونورمال، سما في الكارتي بعد مشيو مش كيما بكري. بسم الله الرحمن الرحيم، مرهف الحمد، اخوكم من سوريا الشقيقه، لاجئ ونازح من الحرب بسوريا، وهنا يعني اجواء العيد قضيناها كما قضينا 7 سنين في سوريا، كيما شيء منا خايفين من المرض، وكنا في سوريا خايفين من القصف والطيران، والله بالبيت ما طلعنا برات البيت، طلعنا الساعة 7-8 هيك، جبنا شوية أغراض صوالح، والأطفال اشتروا شوية ألعاب يعني، 2 الصباح، والساعة 1 رجعنا البيت، من 7 ورا بالبيت يعني حجر نظامي، يعني احنا نقيد القوانين الجزائرية حفاظا على أرواحنا وأرواح أطفالنا وحفاظا على نظام البلد يعني، أنا كغريب يعني لازم أكون ماشي قوانين البلاد الجزائرية عشان ما تصيبني أي مشاكل. وكل عام وانتم بخير وصحة عيدكم، وان شاء الله يا رب يرفع عنا هالبلاء وهالمرض هذا، واهم شيء نتقيد يعني بالاجراءات الامن والسلامه، الكمامه يعني ما نختلط بالناس ومن بعيد لبعيد يعني. والله فوتناه تريبيان فيت بسه، فوتناه تريبيان الحمد لله يا رب، باب رمضان باب رمضان فوتناه بيان. اه وي استدير اول خطره عقبنا رمضان مليح، نقول لكم صراحه ما كانش لي قلق، قاعد في الدار مريحين في الدار وفامي بالبيام مقصرين بالبيام. انا شخصيا فوتت في المنزل مع الدار مع العائله، مع الوالده والوالد والخاوه في الدار، ما خرجناش برا يعني في اليومين هذا تاع العيد، فوتناه في الدار ما خرجناش، هذه هي، ما واحد ما يروح لواحد، واحد ما يجي لواحدك على بالك حاله الفيروس هذا، ربي يرفع علينا ان شاء الله، واحد ما خرج في الدار كامل. صحة عيدكم وصحة عيد الجزائريين وكل، عيدوا وتزيدوا ان شاء الله. عقبنا اخويا العيد هذا رحمة ربي الحمد لله اخويا، مام الحجر الصحي والاخر، بصح خرجنا اخويا وعقبنا عادي نسلموا على الناس والحمد لله، ربي يوم ما دلنا صحتنا وربي يدومها ان شاء الله نعمة، الحمد لله يا ربي الحمد لله. صحة عيدكم، كل عام انتم بخير. اخويا العيد فوتناه رحمة ربي، خرجنا كيما الناس، سلمنا على بعضنا، رحنا للاقارب تاعنا زرناهم عادي، فوتنا العيد كيما العياد اللي فاتوا كل سما، ما كان حتى مشكل. والله يا خويا فوتنا اليومين تاع العيد يعني في الدار كيما العائلات الجزائريه كل، ما الحمد لله فوتناهم لاباس الحمد لله مع العائله الدار، يعني كيما السنه انا شخصيا سما نهضر على روحي انا هكا، سما كانت حاله وفاه يعني الجده الله يرحمها، سما في نصف تاع رمضان هي اللي خلاتنا كيما يقولوا العيله شويه ضرتنا شويه نعميه، سما نمتاز الفرصه هذه نترحم عليها، ربي يرحمها ان شاء الله يا رب العالمين،
العيد في هذا العام جانا في ظروف استثنائيه ككل جزائريين، ما كانش يعني زياره تاع الاقارب، ما فوتناه مع العائله، ويعني العيد هذا راح يبقى في ذاكره كل الجزائريين. شهر رمضان تاع 2020 وعيد تاع 2020، ونتمنى بربي ان شاء الله يرفع علينا الوباء هذا ان شاء الله، وما نزيدوش نفوتوا يعني عيد كيما عيد 2020 ان شاء الله. وصحه عيدكم وصحه عيد كل الجزائريين. صحه عيدكم. We'll be right back.